اي حدا عنده قشرة عنده بكتيريا شعره بزيت كتير بيروح على دكتور جلدية بيوصف له هاي المي اللي بعد الحمام بعد ما بيتحمم بيحطها على شعره لانه بيكون شعره حساس من المي الكلسية او بتكون المي مواتيته او بيكون عنده كتير قشرة تحسس جلد احمر. انا اليوم بدي اعمل لك هذا المنتج ببيتك مواضه كتير سهلة وبنفس الوقت كتير 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 بفتح الشعر الغامق بخليه يعني ببطء يتفتح وكتير بغذي الشعر وبيقوي. تعالوا معي. هاي يا حلوين، شلونكم؟ عيني شخباركم؟ شو علومكم؟ ان شاء الله بخير. اشتقت لكم كتير طبعا. انا كتير كتير بيجيني كومنتات ميمي انا شعري فيه قشرة، عندي حساسية، شعري كتير بزيت وما عم لاقي له حل، بدي فتح شعري هيك مثل شعرك ميمي ساعديني. اليوم رح نعمل التونر. هذا التونر بألمانيا، طبعا انا متابعيني اغلبيتهم من البلدان العربية الاغلبية. هذا التونر بألمانيا اي دكتور جلدية بتروحي لعنده، عندك حساسية، عندك قشرة، شعرك مخشب قاسي كتير، بيوصف هاي المي ما بعد الحمام بتحطيه على شعرك بتسشوري بتطلعي. المهم انه هو بيحمي شعرك من عوامل الحياة، من الهواء، من الشمس كذا، وبنفس الوقت بيغذيه وبيرطبه. تمام. انا جبت كل مكوناته لحتى نعمل تونر خاص بالبيت ونصير نستخدمه بعد الحمام، اوكي؟ بس بالاول اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد انا بعمله، تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تيك توك، كمان فيسبوك، سناب شات، كلهم صندوق الوصف. ويلا نبلش. هذا المونتاج من القريص، من عشبة القريص، وكمان من زهر البابونج ومن الروزماري وحب البيوتين. حب البيوتين بتقدر تجيبيه من اي صيدليه، هو كتير بيغذي الشعر وبيرطبه وتماما بيمنع الشيب، يعني اذا انت بيطلع لك شيب كتير كتير منيح حب البيوتين، وكتير كمان منيح للناس اللي بدها تاخر الشيب، عندها بيكون عندها نقص فيتامينات بالبيوتين وكمان بالنحاس، لازم تعرفوا هذا الشيء، وعندها ضعف حديد بالدم. فنحن اليوم رح نعملهم مع بعض. رح جيب أقليه وضيف عليهم نص لتر مي، يعني كافي نص لتر. عشبة القريص بتقدروا طبعا لازم تكوني مقطفتيها بتحطي كفوف بإيدك لأنه بينملوا حب، بعدين بتجيبيها بتحطيها بمي باردة وبعدين بتشيليها، تمام؟ بيروح منها ما عاد تتحسسي، وفيك تجيبيها يابسة، تمام؟ موجودة لأنه هي شاي، هي عشبة القريص هي شاي، وكتير بياخذوها للي معه مرض بالكلاوي وللي معها التهابات بالرحم بتشربها كتير، الدكتور بيوصفها لحتى تنظف الرحم، أوكي؟ أنا رح ضيفها هون. ومعلقة من الروزماري ومعلقة من زهر البابونج، زهر البابونج مو البابونج، اوكي؟ راح اغليهم. وخليهم لحتى ينغلوا. اوكي جايز، خليته يغلى غلوتين بس، تمام؟ استنيته لحتى يبرد، المواد كلياتها تاخذ مع بعضها، هلا راح صفيهم. بسم الله. هيك لحتى يصفوا بالكامل. الحبوب ما بنحطهم والمي سخنة، ما بنحطهم ابدا والمي سخنة، نستنى المي لحتى تبرد بالكامل، اوكي؟ نستناها لحتى تبرد بالكامل، نجيب العلبة نحط فيها حبتين، طبعا الحب لحاله بيذوب ما في داعي نهرسهم ولا شيء. بسم الله
صدقوني هاد التونة بجنن، هو بيعمل شعر رطب كتير. إذا رحتي يعني هون بألمانيا تروحي على دكتور الجلديه تقولي له عندي شعري مخشب، عندي قشرة، شعري متحسس، تعبان، دغري بيوصف لك هاي المي بعد الحمام مباشرة، تحطيها على كل شعرك وعلى الجذور، تعملي مساج للجذور والنتيجة واو 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 واو. وإذا ما بدك تروحي على دكتور، موجود بالمولة، موجود بالدي ام، موجود بالروزلان، موجود بالصيدلية، والدكتور كمان يكتب لك عليها، يعني كتير حلوة ومنيحة. تمام، بنترك الحب، ما في داعي نهرسهم، هن لحاله هيك هيك، هن لحالهم. شوفوا دغري دابوا حب البيوتين، بتجيبيه من الصيدلية، بيوتين خاص للشعر معروف يعني، وبتبخي على شعرك هيك وعلى الجذور. بعد ما تطلع من الحمام بتلاقي شعرك بصير رطب على طول، بيتغذى، بيتقوى، ما بيتأثر بالشامبويات اللي أي نوع شامبو بتستخدميه ما بيتأثر فيه، وما بيتأثر بالمي الكلسيرة اللي مية معروفة يعني، المي كتير ممنيحة. وفي ناس من مكان لمكان بتغير عليهم المي، ممكن تروحي على منطقة تانية تضطري بتتحممي كذا، فهذا كله بينزع شعرك، بينزع النعومة والرطوبة اللي فيه. هذا التونر بيخليه بجنن وكتير حلو. وكمان اللي بيقدر بيشتريها من جاهزة كمان يجيبها هاي المي بعد الحمام، بتحطيها على شعرك وبتعملي مساج وبتخليها وبس، وكتير كتير نتيجة حلوة ورح تستفادوا عليها. وللي بيحبوا يفتحوا شعرهم كتير البابونج بجنن لتفتيح الشعر طبيعيا. اوكي هي النتيجة ما لو واو يعني مو انه بسبة، لكن مع الاستمرارية بيفتح الشعر وبصير كتير حلو. اذا عجبكم الفيديو حطولي لايك، بحبكم، بشوفكم فيديو جديد.